عزيزي عزيزاتي وحبيبي حبيباتي، مرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامجكم ميوزيك الفود. أول حاجة كنبغي نشكر بزاف 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 ديال المتتبعين ديالنا اللي كيتصلوا بيا عبر لاباج ديالي الفيسبوك، كيكتبوا لي لي ميساج وبيان سور انا كنجاوبهم وكيشكروني بزاف. وكاين اللي كيصيفط لي التصاور كيدير لي كور وكيحط التصاور بلي فيديو تاعي، كاين اللي كيصيفط لي فيديو كيلعب وكيوريني اشنو تعلم. هادشي كلشي كيفرحني، من اخص لخوتنا المغاربه اللي عايشين في اوروب، النرويج، انجلترا، سكوتلاند، هادو كاع الناس كنشكركم جزيلا. ومن اخص عاوتاني الخوتنا الجزائريين حتى هما كيكتبوا لي لي ميساج وكنجاوبهم، من اخص واحد صديقنا الجيريا عايش في سكوتلاندا اللي طلب لي على شي اغاني نوريهم لي كيفاش كيتلعب، وراني ما نسيتكش باقي جايين دقه دقه. اول حاجه بغيت نحيد عليا لي كور اللي عطيتهم ديجا ديال لي غام، وعطيت بزاف، وصلت دابا لواحد سلسله ديال لي زاكور، عطيت كلشي الماجور 7 9 13 11. واليوم غادي نعطي واحد الدرس اللي هو مهم جدا، اللي هو عباره على لي زاكور السحريين. وهاد لي زاكور هادو غادي يعاون بزاف تاع لي زاماتور ومن اخص لي بروفيسيونيل حتى هما. علاش؟ بزاف تاع الموسيقى كاين اللي كيجيو عندي هنا للستوديو كيسجلوا عندي سواء لي كيتاريست او لا لي بيانيست، كيكون عندهم مشكل بزاف هذا الاكور هذا. كيف بقى تعرفوا في الستوديو كيكون ولا بدا كيسجلوا وانا كندير لهم الكوتشين، يعني كنعطيهم دي كونساي، هنا حاول تلعبها بحال هكذا، هنا غنيها بحال هكذا، هنا لارونجمون ديرو بريك. دونك فاش كنبغي نعطي لشي كيتاريست او لشي بيانيست هذا الاكور كنلقاه ما عارفوش، واليوم هذه هي الفرصه باش يعرفوه لي بروفيسيونيل و لي زاماتور كذلك. يلاه تعرفوا معايا التوت سويت. اوكي، هاد لي زاكور السحريين اللي غنعطيكم اليوم هما اكورات فريمون فريمون سحريه ديال بصح. علاش كنحتاجوهم في اي اغنيه تقريبا؟ هانتوما غادي تلاحظوا معايا. غادي نبداو بلاكور الاولاني اللي كنسميوه ساتيام بيمول نف. ساتيام بيمول نف هي كتجينا شي شويه غريبه، ولكن هي راه ساهله اذا جيتي تضرب لها الحسبه غتلقاها ساهله، وبالاخص اذا طليتي على الطابلو اللي درت لكم في الحلقه تاع اكور اوغمونتي، راه حطيت لكم الطابلو ديال اسماء ديال لي نوت كروماتيك كاملين. دونك نتوما غيبقى لكم غير تحسبوا وغادي تعرفوا هادشي كامل. انا غادي نوريكم كيفاش. غادي ناخذ مثلا سول، هي الفوندامونتال ديالنا، غادي نخلقوا لها ساتيام بيمول نف. غادي نشوفوا بعد الساتيام اشنا هو. الوغ سول لا تييرس ماجور سي ري سي لا كانت. اوكي، ساتيام دونك قلنا سول سات هي الفا، بيمول نف. اوكي، غنديروا النف هو الاول، نف كيما كتعرفوه هو هذا. الوغ ملي كنقولوا بيمول نف سيتادير النوطه الاخرى نافيام، واحد جوج ثلاثه اربعه خمسه سته سبعه ثمانيه تسعود، هذه هي النف. وكنقولوا ليها بيمول سيتادير النافيام غتولي بيمول، c'est-à-dire à votre un demi-ton. À la, la dièse, ou la si bémol, les calculaires, un de juste smiette, un de imme bémol, ou la dièse. Parce qu'on clore au calculo bémol, parce qu'on apte au calculo dièse. Donc, gratouli, il y a sol dièse. L'accord sol septième bémol neuf. ولكن ماشي ولا بدات تلعبوها هكذا،
أو لا تلعبوها في حالك دا. تقدروا تلعبوا القوشية لاباس اللي هي فوندامونتال سول، وهنا غادي تلعبوا لاكور. مثلا نخلقوا أربعة ديال أكورات، ديروا دو لا مينور غي مينور اي سول سيتيام بيمون ناف. انا غنديرها سوينغ 1 2 3 4. كيجي حلو. وكيما لاحظتوا معانا درنا بلا الصول، درنا هذا الأكور عطانا حلو. الوغ نمشيو للاكور الثاني السحري ديالنا اللي هو كيتسمى ساتيام دياز ناف. او لا لا، ساتيام دياز ناف حتى هي كتخلع، ولكن ما تخلعنا والو. هنا غادي نوريكم تتسويت. دونك نبقاو ديما في الصول، الصول لا تيرس ماجور اي غي لا كانت سات هي الفا. اوكي نافيام عندنا هي لا، لا كنطلعوها بان دومي طون غتعطينا السي بيمول، غتولي عندنا هاد الاكور. او شحال حلو، غنلعبو بلا باس. هاد الاكور هو كنستعملوه ديما فيما كنبغيو نديرو الصول، كنستعملوه كيعطينا واحد لا كولور رائعه جدا. الوغ نوريكم لا ميم شوز، ولكن شي حاجه غريبه واحد شي شويه. دونك نخليو لا ميم شوز ولا كانت ديال الصول غادي ديرها اوغمونتي. دونك عندنا الصول صل أغمانتي، دونك غنديرو ليها طلعها أغمانتي. سمعوها معايا بلا باس. ألوغ عندنا جوج تاع الحلول، إما نقدرو نلعبوها بحال هكدا أو نلعبوها بحال هكدا. نعطيكم مثالا، ماشكي نادا باشكي بادا بادا بابا دي بادي تو دي بادا با 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 با. نديرو هدا بفشي اونوتخ غام، مثلا في البي أو اليوم باش نديرو المي درنا هاد لاكور. القضية سهلة، وها حنا ربحنا أنا كور اللي مهم جدا، وكنستعملوه في أي أكور ماجور باش نمشيو لاكور مينور اللي غادي يكون فوندامونتال. كيف ما درت لكم مثل أوتوم ليفز، أوليو باش ندير المي درت المي ساتيام دياز ناف باش نمشي لا مينور. سيتادير كنستعملو هاد أكور فاش يكون هو ماجور، ومن بعدو كيتبعو لاكور مينور. والنصيحة اللي غادي نعطيكم، حاولوا تخدموا هذا الأكور في ليغام كاملين، يعني من الضو حتى السي.
إفوالا عزيزي عزيزاتي حبيبي حبيباتي، هذه الحلقة كتنتهي ونشوفكم إن شاء الله الحلقة القادمة.